في أولى فقراتنا ليا تعرفنا يمكن على قصة سيدة وامرأة سورية وإرادة. قوية عندها كان إرادة لتتخلص من سرطان الثدي وتساهم أيضا بالوقوف إلى جانب كل النساء المصابات. سرطان الثدي هو التحدي اللي استطاعت المرأة بشكل عام بوعيها وإرادتها أنه تتخطاه ضمن الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي يلي عم تتزامن مع الشهر العالمي للتوعية اليوم. ضمن مساحتنا الطبية رح نحكي أكثر عن مراحل السرطان الثدي والفرق بالعلاج بين كل مرحلة ومرحلة ونسب الشفاء مع الدكتورة زاهرة فهد اختصاصية أورام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم يا صباح الخير للدكتورة وأهلا وسهلا فيك. الله يعني أكيد ما في أهم من أنه بكل يوم نحن نضل مستمرين بالحملة حملة التوعية بسرطان الثدي خاصة بهذا الشهر بالتعاون مع وزارة الصحة يلي عم تكون بجميع المراكز وحملات التوعية بجميع الأماكن. خلينا نحكي عن مراحل سرطان الثدي. الحقيقة هذا الشهر كتير مهم. الحقيقة الشركاء بهالحملة كتير منظمة الهلال الأحمر، الجمعية السورية لسرطان الثدي، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، يعني كل الناس ضافرت جهودها لحتى نوسع نشاطنا ونقوم بالكشف المبكر لأكثر من معظم السيدات. فبالنسبة للسرطان، سرطان بمر بمراحل متعددة. أول شيء بمر بمرحلة كتير باكرة اللي هي بنسميها السرطان الموضع، اللي هو ساته ضمن الخلايا ما انتشر ضمن النسيج اللي هو فيه، او بنسميه انسايتو، لانه نحن النسيج في عنا شيء اسمه غشاء قاعدي بيحمي من الخلايا. اول خلايا بتنشا هنيك، اذا ما اخترقت هالجهاز الغشاء القاعدي بيكون لساتها كتير موضعه، واحيانا يكتفي فقط بالاستئصال الجراحي، وهون ما بتحتاج السيده اي علاج. المرحله الثانيه اللي الورم بيكبر شوي ونسميها المرحله الاولى. لا، في المرحلة الثانية لما بيكون بقلب العضو تجاوز حد معين من الحجم، بعدين المرحلة الثالثة لما بيوصل للعقد اللمفاوية بالمنطقة المجاورة، يعني احنا الثدي إذا وصل للعقد تحت الأبط أو للعقد اللي فوق الترقة غيره صار بقى هون دخل بمرحلة ثالثة A و B بنسميها. والمرحلة الرابعة لما بينتشر خارج العضو، مثلا بيروح على الكبد أو الرئتين أو العظم، صرنا بمرحلة الرابعة. طبعا نسب الشفاء تختلف كثيرا ما بين مرحلة أولى. هلا بالمراحل الباكرة جدا بنوصل لمرحلة فينا نقول 100%، 95% ل100% بالمراحل الباكرة. هلا كل ما تقدم السرطان بتخف نسب الشفاء، ممكن بعدين نوصل لل 85% بالمرحلة الأولى والثانية، بالثالثة ممكن نوصل ل 70%، بينما المراحل الرابعة بتوصل نسب الشفاء ل 22% 22%. إذا نحن هلا حملتنا هي بتهدف إنه نحن نكشفه قبل ما يتعدى المراحل الباكرة جدا. فلذلك الحملة، شو بتفرق الحملة هي عنا عن التشخيص العادي؟ التشخيص المبكر هو انه نحن بنجيب السيدات بنعمل لهم الصوره، السيدات اللي ما عم بيشكوا من اي شيء ولا حاسين باي شيء ولا جاسين انه عندهم شيء، نفحص بشكل عام، واذا اكتشفنا شيء بكير هون بناخده. بينما التشخيص العادي بيكون انه الست بتحس بكتله او بتحس بتغير بالثدي بتروح بتفحص حالها، هون ما عاد في اسمه تشخيص مبكر. فنحن التشخيص المبكر بدنا اياه قبل ما الست تحس بأي شيء. دكتورة، هو بالمرحلة الأولى ما بيكون في أي عرض ولا حتى ممكن تحس بوجود تماما. أول شيء نقول نحن 90% من الكتل بالثدي هي سليمة وحميدة، 10% تقريبا اللي هي ممكن تكون سرطانية. هلأ عادة السرطان غير مؤلم بالمراحل الأولى، غير مؤلم، يعني كتلة بالثدي تقول لك ما عم توجعني، ما عم تعمل شيء، يلا بجوز حبة بجوز دهنية لحالة الست بتكون أو بتحاول تنفي هالموضوع بالنسبة لها. فهو عادة ما له مؤلم، السرطان ما له مؤلم بالمراحل الأولى. هلا إمتى بصير ممكن مؤلم؟ لما بيتقدم ويصير في التهاب أو بوصل لمناطق قريبة على الأعصاب أو العظم، ممكن ساعتها يكون مؤلم، ولكن بالمراحل الأولى لا. طيب دكتورة، يمكن بيختلف سرطان الثدي
حاليا بالفتره الاخيره عم نشوفه انه عم يصيب حتى الفتيات الشابات، يعني بيقولوا انه بعد الأربعين لازم نعمل الصوره، بس حاليا كمان عم نشوفه عند الفتيات بشكل عام. شو بيختلف عن هذا الحديث صحيح؟ هو عاده سرطان الثدي عاده يعني اكثر نسبه هي فوق ال 45 حتى، فالنسب العاليه هيك يعني، بينما اصابه النساء الشابات قليله كثيره، بالعشرينات نادر، بالثلاثينات اكثر. بس طبعا هلا احنا بهالفتره عم نشوف اعمار فتيه عم ينصاب فيهم سرطان، بس هي حالات اقل بكثير من عند نساء بعد سن الياس. هلا عاده وقت يكون في عنا اي شيء عن النساء الشابات في لنا طرق فحص ثانيه. هلا الثدي عند الفتاه او المراه الشابه يختلف عن الثدي بعد سن الأربعين. عندك بيتغير كثافة الثدي، غدة الثدي بتتغير، فلذلك الصورة الشعاعية ما مساوية عند النساء الشابات، لأنه ما بتعطينا معلومات جيدة إنه يكون الثدي كثيف. ممكن نعمل إيكو، وبالإيكو إذا اشتبهنا بشيء بنلجأ لوسيلة التصوير الثانية هي المامو أو مرنان أو غيرها حسب الحالة. بس عادة عند النساء الشابات نحن بنوصي أول شيء الفحص الذاتي. ليش الفحص الذاتي؟ البنت من العشرينات لازم تبلش تفحص حالها مرة كل شهر. طبعا يفضل دائما آخر يوم بالدورة الشهرية تفحص حالها على المراية بالحمام، تشوف شكل الثدي، ملمسه، منظر الحلمة، التناظر فيها، لأنه مع الوقت كل شهر كل شهر حتتعود على منظرها. إذا لاحظت أي تغير بسيط حتقدر تكتشفه. هذا بنبلش فيه بالعشرينات دائما، بنقول لهم علموا بناتكم كل شهر مرة يفحصوا حالهم. بعدين بيجي وراها الفحص السريري. الفحص السريري عادة ينصح فيه بعد 30. عادة هون أي طبيب العيلة، طبيب النسائية، طبيب الداخلية، يعني كل 6 شهور مرة ممكن يفحص ويشوف إذا في شيء. فحص بالإيدين، فحص سريري عادي. وعادة النساء اللي عندهم قصص بالعيلة هدول مرشحين لأكثر إنه يعملوا فحص كل 6 شهور. هلأ هون الطبيب إذا فحص ولقى إنه في شيء ما هو واضح بالجس ممكن يلجأ للتصوير. بينما التصوير العادي الماموغرافي عادة ننصح فيه بعد سن 40 مرة سنوية للنساء ذات الخطورة العالية اللي عندهم الدكتور بيحدد انه عندهم شوي عامل الخطورة، جزء قصص عائلية وجزء معالجات هرمونية الى اخره. والست اللي بتعمل صورة وعادة ما بيكون فيها شيء وما عندها عوامل خطورة ممكن تعملها كل سنتين مرة. نعم. دكتورة خلينا نحكي ليش عم تزيد نسب السرطان الثدي عند الفتيات الصغار؟ يعني شو السبب؟ هو سبب الأكل الغلط؟ هو سبب طبيعة جسم خاطئة؟ غير أسباب الوراثة اللي نحن حكينا؟ نعم. هلأ بالنسبة لزيادة السرطان حقيقة في زيادة عالمية مو بس عنا، تماما زيادة عالمية بكل أنواع السرطان وخاصة سرطان الرئة وسرطان الثدي. فالنسب العالمية بتقلك أنه هالنسب فيه لها أسباب بيئية. هلأ أول شيء فينا نحكي عن التدخين. التدخين أولا هو عامل مسبب للسرطان، مو بس لسرطان الرئة ولسرطان الثدي وكثير سرطانات. بنلاحظ أولا نسبة التدخين انتشرت عند الفتيات من سن 15 وطالع عم يدخنوا والأراجيل إلى آخره. إذا التدخين. ثاني شيء تغير بعوامل البيئة اللي هي نوعية الغذاء. الغذاء اللي احنا عم ناخده هلا ابتعدنا كثير على شيء اسمه كان الغذاء الشرق الأوسطي. يعني نحن بحوض البحر المتوسط عندنا غذاء يعني معروف عالميا والدراسات العالمية انه غذاء صحي جدا، يعتمد كثيرا على الخضار وقليلا على اللحوم. فنحن كان ابتعدنا عليه الفاست فود اللي عم ناكل الشباب، استعمال الأطعمة المصنعة اللي فيها كثير من المنكهات والملونات اللي بتعطي الطعم وبتعطي اللون والمواد الحافظة، العلاجات الهرمونية اللي عم يتعرضوا لها بسبب إما عقم أو تنظيم دورة شهرية أو شيء. نفس الحالة اللي كانت معنا الست لمياء، هي أخذت كثير هرمونات. وحتى يعني أحيانا الأم وقت تكون أثناء الحمل أحيانا ممكن عم تعرض لبعض العلاجات الهرمونية ممكن كمان تعطي يعني للجنين إذا كانت الأم عم تعالج بشكل عشوائي، عرفتي كيف؟
هلا في العامل الثاني هي الرياضه، الرياضه والسمنه كلها لها علاقه عدم ممارسه الرياضه. يعني زياده الوزن واكتساب الوزن والطعام الغني بالدسم، كله هذا عم يؤدي لزياده الوزن وعدم الحركه، النشاط الفيزيائي. يعني الرياضه شو هي؟ الرياضه الحركه الفيزيائيه، يعني بكفي الواحد يركض مثلا 30 دقيقه مرتين بالاسبوع، نقول هذا عمل نشاط فيزيائي معين. فبالاضافه انه في عندنا شغلات، تغيرات، تعرض للاشعاعات، تعرض للمواد الكيماويه اللي ممكن تساهم بزياده نسب خطوره السرطان. طبعا في شغلات مختلفه بالبيولوجيا تبع الشخص، بطبيعه جسم الانسان. اكيد نحن بالشرق نختلف عن الاوروبيات والغربيات. هلا مثلا احد عوامل الخطوره انه مثلا عدم الانجاب او انجاب طفل بالاكثر بالغرب. طب نحن عندنا هون ستات عم يجيبوا 10 اولاد وعم ينصابوا بسرطان الثدي. طبعا عوامل هي في شيء بقلب الخلايا تختلف بين عرق وعرق وبين منطقه واخرى. الارضاع، معظم النساء عندنا بيرضعوا اولادهم، حتى ما بيرضعوا 6 اشهر بيرضعوا سنتين حتى. فكمان الارضاع صح، وعامل عدم الارضاع عامل خطوره، ولكن مثل ما عندنا في عندنا شيء ببلادنا ممكن يكون طبيعة أجسامنا مختلفة عن طبيعة النساء الغربيات، والتأثر يمكن بالعوامل اللي ذكرتيها بالبداية هي أكثر. لذلك نحن بنقول إنه وقت عم نحرض إنه على التوعية والفحص المستمر، منشان نحن أول شيء بهالحملات أولا نكشف شو السرطان اللي عنا، ممكن نقدر نعمل دراسات نشوف شو الأعمار اللي عم تجي فيها الإصابات، لنقدر نحدد شو عامل الخطورة الخاصة فينا. تمام. نحن معظم الدراسات اللي عم نعتمد عليها هي دراسات جاية من الغرب. صحيح. يعني ما عنا لسه الدراسات الحقيقية اللي موجودة ببلادنا، وهي اللي لازم نشتغل عليها. حتى الإحصائيات نحن ما عندنا هالإحصائيات، وخاصة كنا بلشنا بالسجل الوطني للسرطان قبل الأحداث وتوقف. هلا نشرت منظمة الصحة العالمية من كم يوم نشرت إحصائيات عالمية على السرطان، لا طلعوا مثلا لبنان سادس دولة بالعالم، ممكن نحن بسوريا بجوز يكون قراب لها ما بنعرف. فبدنا نشتغل على هالموضوع. يعني نحن خارج الإحصائيات حاليا، ما لنا بالإحصائيات. نعم نعم. دكتورة، لكن قديش الغذاء مثل ما ذكرتي هو كتير مهم؟ الحقيقة كتير مهم. نعم، يمكن اتطرقنا لهذا الموضوع، ولكن خلينا كمان نحكي ما بعد الكشف المبكر من مرض سرطان الثدي. الحالة النفسية، حضرتك يمكن كأنثى كيف بتقدمي هي الرعاية النفسية أكثر لمرضاك لمريضاتك؟ كيف بتخلي يمكن العيلة كمان تكون هي سند لهالمريضة؟ الدعم النفسي كتير كتير مهم بالموضوع. أول شيء السيدة اللي مصابة بسرطان الثدي هيكون عندها نوع من القلق. القلق أول شيء على عائلتها وعلى أولادها وعلى صحتها. آخر بتقلق على عائلتها ما بتقلق على حالها؟ بتقلق على أولادها قبل ما تقلق على حالها، هي أول شيء. ثاني شيء في عندها كان قلق تجاه زوجها، إنه هي فقدت شيء من جسمها. حالتها العاطفية عم تكون كمان شوي متأسرة، أو أحيانا ممكن تكون متأسرة كتير. فقدانها لشعرها أثناء العلاج كمان هي شغلة مهمة كتير بالنسبة لها. لذلك هون الإرشادات النفسية بدها تكون إنه أنت لهالست، إنه أنت يعني أنا إن شاء الله واحد ما يفوت بهالتجربة، بس أنت فتي بهالتجربة، بس بيضل السرطان مرض حيتعالج لفترة، وهالفترة حتمضى بين 6 أشهر ل8 أشهر تمضى. يعني طبعا بتمضى مع شوية دعم. يعني نحن للأسف بنلاقي كتير ستات ممكن أحيانا بيجوا لحالهم، ممكن زوجهم ما يجي معهم. طبعا بس هم ببلادنا يرفض زوجته. في حالات بنشوفها انه في حالات بنشوفها للاسف. هون نحن بنحاول نطمنها ونقلها انه هالعلاج صح مؤلم وممكن يكون متعب شوي لك، بس هي فتره حتمضى وانت عم تكسبي صحتك، ما في شيء بيجي الا بده تعب. وبيضل هلا السرطان، سرطان الثدي بالذات ما عاد هالسرطان المخيف، لانه
عنا نسب شفاء حتى بالمراحل الثالثة والرابعة، عنا نسب شفاء وحتى المراحل المتقدمة صار عنا خطوط علاجية كثيرة. يعني الست عم تطلع من خط علاجي للثاني للثالث للرابع، في عنا خطوط علاجيه كثيره في مراحل مختلفه بتمر فيها. هي يمكن في صار عندهم كان في خوف من قبل دائما انه من الاستئصال ومن هالمرحله الخطيره، هلا صار لا يعني تماما. في مراحل مختلفه مثل ما قلتي حسب كل مرحله اللي بيكون العلاج. حتى كمان صار في عنا وسائل معيده انه عم تامل اما تعمل تجميل او نحط لها يعني شيء معيد لهالشيء. وكذلك انه نحن بنرجع بنحكي بس شوي عنه على التغذيه، انه الست اثناء العلاج في بيجيها بقى نصائح من الجيران والاهل لا تاكلي كذا ولا لا تاكلي، بالعكس التغذيه الجيده لازم تدعمها لانه هي عم تاخذ دواء حتقدر تتحمل الادويه، لازم تتغذى منيح، لازم تاكل منيح. الحقيقه بالنسبه نرجع مثل ما قلتي على الغذاء، الغذاء هو ثقافة وليس أنه وقت بيمرض الواحد بيعمل الغذاء الصحي. لازم نعلم أولادنا الوقاية بالغذاء منذ الطفولة، هي يعني سنين وأيام، يعني بده يمشي على غذاء صحي منذ الطفولة. نعلم أولادنا يمشوا ما ياكلوا هالأكلات اللي وللأسف هذا الشيء يمكن حاليا بسبب الحياة العصرية صار هالشيء ما أنا موجود. دكتورة يعني معلومات كتير مهمة قدمت لنا إياها لليوم، نشكر وجودك معنا ونتمنى الشفاء لكل المصابات، ودائما ندعو كل السيدات أنه هنا يتوجهوا للمراكز ويقوموا بالفحص المبكر مشان نتلافى يمكن الشيء المراحل الصعبة وصول يعني نوصل من مرحلة باكرة لمرحلة. يعني ليش أنا بقول شغلة، الخوف أنه تكشفيه بكير أحسن ما تكشفيه متأخر.